مررت يوما بالقرب من كنيسة في قرية صغيرة، فقرأت يافطة مكتوب عليها: نتعلم الكتاب المقدس كما هو، للناس كما هم. فوقفت السيارة، فهذه العبارة تلخص أفكار الرسول بولس في رسالته إلى تيتوس: إلى أخ أصغر سنا وإيمانا يبني شبكة عمل من الكنائس في جزيرة كريت. في هذه الرسالة يخبر الرسول بولس تيتوس بأن يتمسك بالأساسيات، وأن يبني الكنيسة على أساس التعليم الصحيح، وأن يختار شيوخ لكل كنيسة يهتمون بهذا التعليم الصحيح وتسديد احتياجات الرعية المحلية. ثم يكتب الرسول بولس عرضا واضحا ومؤثرا عن الشهادة الرئيسية للإيمان المسيحي، وذلك في وسط الرسالة، فيقول: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. وبعد ذلك يحث تيتوس على أن يستمر في البناء على الأساس الصحيح والتعليم الصحيح في نفس الوقت مع الخدمة والأعمال الحسنة. إن هذه الرسالة هي كلمة لبولس الرسول عن أهمية التعليم الصحيح في حياة الكنيسة. إن التعليم الصحيح هو الوقود للأعمال الحسنة بين أعضاء الجسد الواحد، جسد المسيح. كذلك يظهر محبة يسوع المسيح تجاه المجتمع المحلي من خلال كل من الكلمات والأعمال.